السلام ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد المعفى في مقتضي. النهاردة هنرسم اللي هو الإيموجي اللي بيبقى قلب في عينيه ده. طيب أول حاجة اعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طيب بصوا يا جدعان، أول حاجة يعني تروحوا تشتركوا في قناة نورسين رماح ونورين رماح، وبعديها بقى يلا نشوف الرسمة. طيب أول حاجة يعني نعمل كده دورية، بإيدك بقى بالمسطرة، بس أنا يعني أفضل إن أنا أعملها بإيدي. ماشي، يعني هروح أرسم الرأس وأرجع لكم. وده أهو، بصوا يا جدعان، بعديها نروح عاملين القلب اللي في العينين. طبعا أنا رسمه غلط يعني وحش، علشان بس يعني افهمكم انا عايزه ارسم ايه. اعمل كده كده، بعديها كده بخليها كبيره شويه علشان ايه الشكل يعني في العين. وبعديها تجيب اللون ده تلونه بيه اللسان. ماشي، وبعديها كنت تفضل او ان انتوا تلونوا الوش وبعديها تلونوا الباقي، بس انا يعني عادي. طب انا هلون الوش وارجع لكم. طيب اهو يا جدعان رسمت الراس، وبعديها بقى هبدا ارسم البق والعينين. طيب انا رسمت اللسان ماشي بالغامق اهو. ماشي، انا دلوقتي محتاجه اشيل فتح اهو، فاتح بالغامق، وتمسكوه وتلونه بالعينين. بصوا، معلش يعني يعني ما بنزلش الحاجات دي كتير، يعني ما بنزلش الرسم كتير يعني، معلش بقى. وبعديها تجيب اللون البني اهو وتلون يعني البق من جوه. لو عايزين تروحوا تأكدوا ان انا رسمها صح، روحوا شوفوا يعني على الواتس يعني او على التليجرام اي حاجة، تلو البق باللون ده وبس. ادي اهي، ادي الرسمة، وهنزل الفيديو بعده على طول، يعني بعد ما نزل ده اللي بعده على طول هيكون برضو عبارة عن ايموجي. طيب باي. اهم حاجة بس اعملوا لايك وشكرا ان انتوا يعني عندتوني في الاشتراكات والحاجات دي. باي، ما تنسوش تعملوا اشتراك لاخواتي. باي.